الفيروس التنفسي المخلاوي هو الحقيقة سمي كده لأن الخلايا اللي بتصاب بالفيروس بيحصل بينها وبين بعض اندماج، وبالتالي بتكون خلايا كبيرة، فعلشان كده بنسميها مخلاوي. مخلاوي طبعا ده يعني مشهور أو معروف من بدري، من زمان، يمكن من سنة تم فعلا اكتشافه سنة 1956. وحاليا هو واحد من الفيروسات المسببة لأدوار البرد المتكررة في كل خريف وشتاء. دلوقتي عندنا أكتر من فيروس بيسببوا أدوار البرد، ينفع ناخد أي علاج ولا لازم يتحدد الفيروس إيه عشان يتحدد بناء عليه العلاج إيه؟ بالنسبة لأعراض البرد والإنفلونزا، الحقيقة العلاجات في معظمها بتبقى علاجات للأعراض على حسب الحالة، وبيتم طبعا تقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج، أو إذا كانت حالة بسيطة ممكن علاجها في المنزل بالأدوية المعروفة اللي هي مخفضات الحرارة وأدوية للكحة وللعطس في الحالات البسيطة. لكن إذا ظهرت علامات شديدة في الحالة دي لازم طبعا الاتصال بالطبيب المعالج علشان نقدر ناخد العلاج المناسب. في بعض الأحيان وخاصة الأطفال اللي هم أقل من سنتين، هنا الإصابة بالفيروس التنفسي المخلاوي قد تكون في بعض الأحيان شديدة، لأنه يعمل الطفل الأقل من سنتين بالضبط، بالذات الرضع والأطفال المبتسرين اللي هم بيتولدوا قبل ميعادهم. هنا الإصابة الحقيقة بتكون خطر، أكثر أعراض، والأعراض بتكون أكثر شدة، لأنه هنا ممكن يحصل إصابة للشعيبات الهوائية الصغيرة. فنبص نلاقي الطفل ده مش بس بيشتكي من أعراض ارتفاع درجة الحرارة والكحة والعطس وبس، لكن ممكن يحصل التهاب في الشعيبات الصغيرة تعمل زي حساسية في الصدر، فنلاقي فيه أزيز في الصدر، ممكن ضيق نفس جامد. كمان ممكن يحصل التهاب في الحويصلات الهوائية، فده اللي بنسميه الالتهاب الرئوي. وعلشان كده يمكن الأشخاص اللي هم بيتعرضوا للإصابة وتكون إصابتهم يعني زيادة شوية هم الرضع اللي أقل من سنتين، وخاصة زي ما قلنا المبتسرين، وكمان كبار السن اللي بتعاني من أمراض القلب والرئة وأمراض نقص المناعة، أو اللي بياخدوا مثلا علاجات بتأثر على المناعة زي العلاجات الإشعاعية أو العلاج الكيميائي، أو إنه بياخد علاجات بيولوجية ممكن إن هي تضعف المناعة، أو هو بيعاني من مشكلة نقص المناعة فعلا. دي الفئات اللي هي أكثر تضررا. هو ليه سريع الانتشار؟ عموما هو بينتشر عن طريق الرذاذ، وبالتالي هو يعني ممكن انه يتم إصابة الآخرين برذاذ اللي بينتج عن طريق العطس والكحة، وخاصة في فصل الخريف والشتاء انه الناس بتبقى موجودة في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية، فبالتالي ممكن ده يكون سبب لإصابة أعداد كبيرة. يمكن مع التهوية وتقليل الأعداد والأشخاص المصابين ما يروحوش لأماكن عملهم أو حتى للمدارس، ده يقدر يقلل كتير من أعداد المصابين.